ثواني قليلة تفصلنا على اطلاق الصافرة ولتنطلق المتعة بإذن الله في هذه المباراة المرتقبة ما بين الكتيبة الحمراء والكتيبة الزرقاء السيلية أمام العربي من هناك اللورد وأمام القلعة الحمراء نادي القرن هنا في استاد عبد الله بن خليفة. هذه المباراة الأسبوع الثالث نعم في دوري غاز تحت 23 عام هذا الدوري اللي يأتي بعد دوري كيو ام بي دوري نجوم كيو ام بي نعم في هذه القمة. ثواني قليلة تبعدنا على اطلاق الصافرة هذه بعض التوجيهات هنا قبل الانطلاق وقبل انطلاق المباراة نعم عناصر شبابية لاعبين شباب بروح المستقبل يمتلكونها ينظرون الرؤية إلى الأمام هؤلاء هم نواة المستقبل نعم ينتظر منهم الكثير الكل هنا في قطر أذن على بركة الله أحبة المشاهدين أطلقت الصافرة على يسار الشاشة بالألوان الحمراء العربي وعلى يمينها من هناك السالية يدخل العربي بحراسة المرمى مؤيد شنان عبد الله وأربعة عبد الرحمن عناد وثلاثة عشر حسن عبد الله ستة عشر هلال أحمد وتسعة عشر إبراهيم ناصر ستة وعشرين بركان جعفر تسعة وثلاثين خليفة سعد وخمسين طارق حمد ستة وستين حمد محسن سبعة وسبعين خلدون إسماعيل وثمانية وتسعون يعقوب عيسى بقيادة المدرب حاتم المؤدب ومن هناك السيلية هذه أول كرة نعم نعود بعد هذه الكرة إلى الطرف الأيمن أرسلت لكن بالتالي تتغير هناك الى ركلة ركنية يدخل السيلية في حراسة المرمى عمر فتحي و25 احمد ايمن 44 عبد الله حامد المري و61 صالح محمد النبات و62 عبد الباري زين السناني و65 فارس خالد 72 محمد ربيع ومن هناك 76 فيصل محمد 77 هادي علي و88 احمد سلمان 93 نواف ناجي ومدرب الفريق مراد محمد الغربي. نعم احبه المشاهدين والمتابعين هذه اول ركنيات العربي بعدها وينطلق الى الامام هناك ركله ركنيه الاولى كانت من الجهه اليمين ومن هناك الى الجهه اليسرى نعم لنادي العربي عبد الرحمن عناد هؤلاء الفرق الشباب نعم هذا الدوري اللي جاء في موسم الثاني بعد الغاء دوري الرديف ارسل كره عاليه راسيه اولى لكن بالتالي الى مسار في المنطقه التصويب الله على الكره العاليه من هناك لكنها الى ركله مرمى جاءت الكره الماضيه عند ابراهيم ناصر عند ابراهيم ناصر هؤلاء هذه هي الاعاده الراسيه الموجوده باللقطه الماضيه حضرها الى ابراهيم وابراهيم بالتالي الكره العاليه تعالت العارضه الى ركله مرمى الى ركله مرمى لنادي السيلية اللورد هذا اللي يواجه نادي القرن فريق الاحلام نادي الشعب بما شئت سميه يعني النادي العربي هو الجزء من الكره القطريه جزء كبير من الكره القطريه بالتالي ايضا نادي السيليه اضاف واصبح يشكل داخل مجموعه الكره القطريه والكل هو يخضع تحت رايه اتحاد القطري بالتالي هنا اتحاد كره القدم القطري هناك تماس نواف ناجي الى الكتيبه الزرقاء راسيه هنا الترويض نعم التمرير مر من هنا وانطلق لكن بالتالي وقف امام من هناك فارس خالد لتتحول الكره الى رميه تماس رميه تماس نعم احبه المشاهدين هذا هو الاسبوع الثالث نتكلم عن فريق العربي جاء من فوز في الجوله الاولى على الريان بثلاثه اهداف مقابل هدف ومن هناك العربي خسر ايضا من الغرافه بذات النتيجه بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد هذا هو العربي داخل هذه البطوله وصيف النسخه الماضيه بعد ما حققها نادي الدحيل حيل يعني حتى على مستوى الفئات العمريه حقق كل شيء في الموسم الماضي يعني جاء بكل البطولات ونتمنى له التوفيق الان يلعب مباراه امام بروس بيرس بروس بيرس هناك في الطهران في استاد ازادي كره الى الامام عاليه بالتالي على مشارف المنطقه عادت عند الالوان الزرقاء العناصر الشبابيه اللي نشاهدها اليوم امامهم المستقبل نعم يعني ما عليهم الا الصبر لاكثر من اشهر قليله او سنوات قليله نعم نقولها بالتالي سيجدون امامهم المستقبل ان شاء الله يعني كل اللاعبين تشاهدهم يتراوحون ما بين الفريق الاول ثم يلعبون هنا في الفئه تحت ال 23 عام تحت ال 23 عام هؤلاء الفريقين نعم الكره عادت هناك على مستوى الخط الدفاعي عند لاعبين نادي العربي النظرة إلى الأمام يحاولون أن يبنوا هجمتهم من الخلف عند عبد الرحمن هناك إلى الطرف الأيسر أرسلت هناك خلف المدافعين لكن بالتالي راحت طويلة إلى ركلة مرمى ركلة مرمى من هناك لمصلحة السيلية عند حارس المرمى مؤيد شنان يظهر بصورة أمامنا
اللي هو مراد، مراد حاتة، مراد محمد، نعم مراد محمد او حاتم المؤدب، حاتم المؤدب هو مدرب الكتيبة الزرقاء. هناك ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة السيلية، الكرة نحو الامام في منتصف الميدان، نعم النظرات الى الكرة ساقطة داخل منتصف الميدان، هناك الى الطرف الايمن، هذا القاعد والليدر عند ابراهيم ناصر الى الطرف الايمن، ارسل الكرة عالية امام لاعب، لاعب امام لاعب يحاول في المرور، نعم مر هذا عدى وراح، لكن بالتالي التغطية الدفاعية باللحظات الاخيرة وتتحول الكرة من هناك الى ركلة ركنية. المشاهد العربي هو الاكثر اندفاع الى الامام، العربي دائم هو بدأ بمضايقة نادي السيلية، هذه هي الاعادة والاستجان على الكرة الماضية، لكن بالتالي تحولت من هناك الى ركلة ركنية، الى ركلة ركنية. نعم العربي هو الاكثر خطورة على مرمى السيلية، اكثر من اندفع في اول خمس دقائق احبتي مشاهدي ومتابعي قنوات الكاس، هذه كرة عرضية من هنا راسية، الله 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 بالكرة الماضية من هناك، لكن عند حارس المرمى، عند حارس المرمى باللحظات الأخيرة جاء بالكرة الماضية، جاء بالكرة الماضية من هناك وإلى الطرف الأيمن إلى رمية التماس، رمية التماس من هناك، رمية التماس لمصلحة السيلية في هذه المباراة. هل ممكن أن نشاهد السيلية المندفع إلى الأمام؟ شاهدنا أول خمس دقائق اندفاع الكتيبة الحمراء إلى الأمام، بالتالي هناك تماس، تماس على خلدون إسماعيل، تماس على خلدون اسماعيل لتتحول الكرة عند الكتيبة الزرقاء في منتصف الميدان، في المنتصف هناك الى الطرف الايمن. نعم الفريق هذا السيلية بالموسم الماضي جاء في المركز التاسع، نعم في المركز التاسع، هذه البطولة بنسختها الثانية، البطولة بنسختها الثانية، نعم جاءوا في المركز التاسع، واما العربي من هناك في مركز ثاني، بالتالي يعني العربي وما ادراك ما العربي، عندما تقول العربي راح يقول لك هو القلعه الحمراء، راح يقول لك هو نادي الشعب، وراح يقول لك فريق الاحلام، وراح يقول لك نادي القرن، يعني العربي يشكل جزء كبير من كره القدم القطريه. نعم هذه كره الى الطرف الايمن عند لاعبين العربي، هذا هو حامل الرقم 50 طارق حامد، ارسل الكره عاليه، غير اتجاه اللاعب من هناك الى الطرف الايسر، الصراع على الكره، لاعبين شبان عادت من هناك عند الطرف الايسر، نعم الكره عند حارس المرمى عند مؤيد شنان، مؤيد شنان يرسل كره عاليه في منتصف الميدان عند لاعبين السيليه في المنتصف، لكن صافره حكم المباراه، السيليه على مستوى الفريق الاول يقدم عروض جميله في الموسم الحالي والموسم السابق، الموسم السابق شكل ضغط على الانديه، وبالتالي هذا الموسم هو متواجد في المركز الرابع، هناك مباراة المؤجلة بسبب دوري أبطال آسيا بمشاركة السد والدحيل، هذه كرة إلى الطرف الأيسر عند الألوان الزرقاء، هل ممكن أن نشاهد السيلية يندفع إلى الأمام بعد ما شاهدنا دقائق أولى لمصلحة العرب والاندفاع الأمام، لكن كل هذا ما نتكلم عليه هو في بداية المباراة، أمامنا 90 دقيقة سنشاهد بها الكثير إن شاء الله، سنشاهد شيء يليق بسمعة كرة القدم القطرية ويليق بسمعة هذا الجلد المدور ال 450 غرام. ركلة حرة مباشرة نعم لمصلحة نادي العربي، هذه الإعادة، صراع على الكرة باللقطة الماضية، وصافرة حكم المباراة اللي كانت موجودة باللقطة الماضية خالد عايد أو معتصم أحمد، نعم معتصم أحمد، وهذه الإعادة، هناك كرة تندفع إلى الأمام، نعم وسقوط على أرضية الميدان، لكن حكم المباراة ما يشير إلى أي شيء، وكرة في منتصف الميدان، لمسة واحدة والثانية نقلات، تعود الكرة زرقاء اللون، لكن هذا خطفها وانطلق من هناك للطرف الأيسر، وبالتالي تدارك الامر باخر لحظات الى رميه التماس لمصلحه العربي، هذه كره الصراع بالتالي عاليه الى الطرف الايمن، نعم الكره عائده من هناك، صراع على الكره من جديد، بالتالي نعم التماس، التماس لمصلحه نادي العربي، العربي نعم يحصل على التماس كما قلت، هذه هي الاعاده والتماس باللقطه الماضيه كما قلت، يعني العربي في اول هذه الدقائق هو المندفع الامام، تشاهد هو لاعب واحد، لاعب واحد هو متواجد في مرمى العربي في ملعب العرب، اما هناك ما يقارب تسعه لاعبين مندفعين الى الامام، هذه الكره الى الطرف الايمن، لمسه واحده والثانيه، حاول في المرور لكن انقطعت الكره بلقطه الماضي، تقطع وتعود في منتصف الميدان، هناك الى الطرف الايمن، لكن بالتالي الكره الى التماس لمصلحه السيلي. عادت الكرة من هناك، الاندفاع إلى الأمام لكن لا وجود إلى المساندة، أتى اللاعب من هناك إلى الطرف الأيسر،
نظر الى الامام الذي يعمل مثلثات، هات وخذ واعطيني، نندفع الى الامام. هذه العقليه اللي يبحث عليها في اللقطه الماضيه، لكن بالتالي كره عاليه في منتصف الميدان، عادت الى الطرف الايسر، لمسه واحده والثانيه، العناصر العرب المدافعين الامام، عادت الكره من هنا عند ابراهيم ناصر القائد والكابتن، قائد الدفه الحمراء في هذه المباراه. عادت الكره هناك في منتصف الميدان، نظره الى الامام، رؤيه الى الامام، نشاهد يلعب بتكتلات الدفاعيه نادي السيليه، وايضا لا يجد السبل الواضحه اللي يندفع بها الى الامام، لا يجد السبل الواضحه اللي يندفع بها الى الامام ويباغت بها هذا الفريق الاحمر القلعه الحمراء. هذه كره هناك ركله مرمى، نعم، لمصلحه السيليه، عادت الى الطرف الايسر. تصل اخبار هناك من استاد ازادي انه نادي الاتحاد المتقدم بهدف مقابل لا شيء، ومن هناك هدف الذهاب، وبالتالي الامنيات كل امنيات مع الفريقين المحليين اللي يشاركون في هذه دوري ابطال اسيا امام فريقين ايضا ايرانيين. هناك الاستقلال سيواجه السد هنا في تمام الساعه السابعه هنا في الدوحه، وايضا هناك في طهران بريس بوليس يواجه نادي الدحيل، وبالتالي نتيجة الذهاب للدحيل هي بهدف مقابل لا شيء، والآن يتقدم الدحيل بهدف، وبالتالي تصبح النتيجة هدفين مقابل لا شيء بمجموع المباراتين لحد الآن، هدفين مقابل لا شيء. أما السد من هناك اللي متقدم بمباراة الذهاب بثلاث أهداف مقابل لا شيء، عفوا ثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ثلاثة مقابل هدف واحد، يعني تعطي من الطمأنينة، لكن عليهم الحذر، كل الحذر، الحذر في هذه المباراة. وبالتالي نتمنى التوفيق لجوزفالدو فيريرا ورفاقه في هذه القمه. عادت الكره من هناك الى الطرف الايسر، اللمسات الواحده والثانيه، نظره الى الامام، لاعبين صغار في السن، نعم، تحت 23 عام، امامهم المستقبل. الكره الى الطرف الايسر، هم ليس باجمع تحت 23، المجمل تشاهدهم 18 سنه و19 سنه، فبالتالي انت قد تضمن لهؤلاء مستقبل زاهر في السنوات المقبله. هناك تماس لمصلحه الالوان الحمراء، عادت الى الطرف الايسر، لاعبين النادي العربي، لمسه واحده والثانيه، دخل بوكس، هذا عدى ومر، لكن بالتالي تقطع لك رايه واوف سايد من هناك من الحكم المساعد الاول خالد عايد. خالد عايد هذه اللقطة الماضية، شاهد اللاعب ولو في الجزء القليل، نعم، جزء قليل العائد من التسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الألوان الزرقاء عند حارس المرمى عمر فتحي، أرسل كرة عالية في منتصف الميدان، في المنتصف، عادت هناك إلى الطرف الأيمن، الصراع على كرة من جديد بمستوى الخطوط الدفاعية من هناك للألوان الحمراء، ترتيب الدفاع ما تشاهده والنظام أيضا الانتشار الصحيح في المكان السليم، بالتالي هذا ما يسهل عملية الوصول إلى الخشبات الثلاثة، وصول إلى مرمى أو ملعب الخصم، الانتشار الصحيح في يلعب بمركزية، يلعب بمركزية هذا الفريق. كرة إلى الطرف الأيمن، شاغب هذا اللاعب اللي يلعب على الطرف اليمين اللي هو إبراهيم ناصر، إبراهيم ناصر الأكثر تحركات بالكتيبة الحمراء في الثلاث عشر دقيقة الأولى، نعم، ندخل على أول ربع ساعة في هذه المباراة. عادت الكرة من هناك عند حارس عند الخطوط الدفاعية بالخطأ، عادت هذه للطرف الأيمن، المطالبة بالرأي والأوفسايد، لكن لا وجود لأي شيء، هذه كرة عطية، الله الله على التصويبة الماضية، لكن بالتالي هو عرض، هو كان بي 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 بفكرين، ارسل له كره عرضيه، وايضا ان لم تصيب المرمى ستلعب على الرؤوس، لكن هي لعبت لولبيه متحركه قد تصيب المرمى او على الرؤوس، وبالتالي راحت الى ركله مرمى، راحت الى ركله مرمى الكره الماضيه من هناك. اضاع العربي اول الفرص الخطره في هذه المباراه، اول فرصه حقيقيه في هذه المباراه لحد الان. كره هناك الى الطرف الايمن، القائد والكابتن ابراهيم أرسل الكرة عالية، الرأسية جميلة، هذه مباغتة، لكن بالتالي من هناك عند حارس المرمى، عادت عند حارس المرمى عمر فتحي، عمر فتحي يسيطر على كرته، نعم، داعي الأمان ينزل بالكرة، وأرسل الكرة عالية هناك إلى الطرف الأيمن، عقب هجوم ليس فقط على التسديد إنما بالمحاولات، لكن والله كانهم سمعون، كانهم سمعون، إلى الطرف الأيسر، سحب لاعب، نعم نعم، عاد من هناك إلى مشارف المنطقة، وتقطع اخر اللحظات لتعود الكره في منتصف الميدان عند ابراهيم الى الطرف الايمن، لمسه واحده والثانيه، الانتفاع الى الامام، هذا هو ال 50، طارق حامد، طارق حامد الى الطرف الايمن، الكره هذه مباغته من جديد، ارسل الكره على ابراهيم، الله الله على الكره الماضيه من هناك لتتحول الى ركله ركنيه،
عمر فتحي كان موجود في الزمان الصحيح، نعم في الزمان والمكان الصحيح باللقطة الماضية. هذه الإعادة واحدة والثانية، الله على الانتشار وسرعة الانطلاق والتصويب من هنا، لكن وجدت أمامها حارس اسمه عمر، حارس اسمه عمر، نعم كان سدا منيعا باللقطة الماضية. تصويبة إبراهيم ناصر باللقطة الماضية كما قلت الأكثر تحركا بأول ربع ساعة اللي هو إبراهيم ناصر، ومن هناك حارس المرمى عمر فتحي يحاول الكرة إلى ركلة ثنية إلى مشارف المنطقة، إمكانية في التصويب، الله لا زالت قائمة الكرة دون، الله 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 على الكرة الماضية من هناك الأولى، جاءت بالقائم الأيسر، هذه 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 صواب قذيفة قذيفة باللقطة الماضية، الثانية ما أجت الثانية ما اجت، الله على قذيفة طارق حامد، وبالتالي من هناك الكرة ما اجت، كان ينقصها القليل من الحظ، كان ينقصها القليل من الحظ الكرة الماضية، الله على التصويبة باللقطة الماضية، كانت ممكن ان تعطي الروحية الى المباراة، ان تعطي الروحية الى المباراة يا خلدون يا اسماعيل، ايضا خلدون اسماعيل بالدفعة الثانية بالمرة الثانية على دفعتين الكرة الماضية ما اجت وما سجل منها، هذه الكره هناك عادت عند طارق الى الطرف الايسر لكن طويله، العربي جيدين لاعبين العربي لحد الان يمتلكون الروحيه ويمتلكون روحيه تسجيل الاهداف، العربي الاكثر اندفاع على الامام، هذا ما نشاهده بهذا الفريق، بالتالي هو يبني التكتيك الصحيح، يلعب على ثغرات الفريق، يعني جاء لاحظتم باللقطه بالركنيه الماضيه ما لعب الكره العرضيه، ما لعب الكرة العرضية، لعب على سلاح التصويبات، وبالتالي سلاح التصويبات كان ممكن أن يصيب الخشبات الثلاثة ومرمى الفريق الأزرق السيالية، لكن وقف أمام من هناك القائم الأيسر، عادت الكرة في منتصف الميدان، لمسة واحدة والثانية عند الألوان الزرقاء إلى الطرف الأيسر، هذه سرعة الانطلاق صالح محمد، بالتالي طالت من هناك على صالح إلى ركلة مرمى، قليل في أول ربع ساعة قليل ما نشاهد الفريق الأحمر وحراسة الفريق الأحمر، هذا هو مراد محمد الغربي، أينك يا مراد من توجيه اللاعبين، نعم قد يدفع الروحية لهذا الفريق، نعم مراد أمام الوقت ونحن لا نحكم على فريق في أول ربع ساعة، لكن بالتالي ما نشاهد من عروض يقدموها نادي العربي، نعم هذه الكرة إلى الطرف الأيمن، هذه جول، هذه جول، الله الله أكثر من كرة أضاعها من هناك إبراهيم ناصر، ابراهيم ناصر اكثر من كره يضيعها ابراهيم ناصر، لاحظ هذه بالاعاده مر ابراهيم ناصر ارسل لك كره لكن كان ينقص التركيز باللقطه الماضيه والرؤيه الى الخشبات الثلاث والى ركله مرمى من هناك، ركله مرمى العربي يشكل خطر حقيقي، يشكل الخطر على هذا الفريق، يشكل خطر على الكتيبه الزرقاء، ركلة مرمى لمصلحة السيلية عند حارس المرمى عمر فتحي، نعم عمر فتحي من هناك على كرة ركلة مرمى أرسلها كرة عالية في منتصف الميدان، عادت إلى الطرف الأيسر عند الخطوط الدفاعية لمصلحة العربي، العربي كرة في منتصف الميدان لمسة واحدة والثانية، نعم من جديد عادت من هناك في المنتصف، عادت في المنتصف هنا إلى الطرف الأيمن، اللمسة الواحدة والثانية عند اللاعبين العربي، وبالتالي إلى رمية التماس، حكم المباراة يوقف اللعب، سلامات اللاعب الذي يسقط على أرضية الميدان، سلامة كل سلامة يا إبراهيم، قتل اللاعب يقدم يعني في مستوى طيب يعني في هذه في غضون هذه الدقائق القليلة، تكلم عن 18 دقيقة، خطر المرمى أكثر من مرتين، أكثر من مرتين خطر المرمى إبراهيم تماس من هناك، نعم قام لا يوجد الا شيء، واتمنى ان لا نشاهد اي اصابه داخل ارضيه الميدان، المرور الله على لمسات، لكن بالتالي ما كملت اللقطه الماضيه لتعود في منتصف الميدان، صافره حكم المباراه، صافره حكم المباراه من هناك لمصلحه الالوان الحمراء، الكتيبه الحمراء المندفعه الى الامام، هذا الفريق الاحمر قد يشكل هو الرافد الاساسي للفريق الاول او الفريقين او هذه الفرق اللي تشارك بهذه البطوله، دوري غاز دوري قطر غاز تشكل هي الرافد الاساسي للفرق الاولى، هذه كره هناك خلف المدافعين لكن تقطع
وتدارك اللقطة الماضية إلى رمية تمعس، إلى رمية تمعس من هناك. تمعس للألوان الحمراء. العربابية هنا إلى الجانب الأيمن في منتصف الميدان. عادة والانطلاق من هناك. محاولة في المرور. لازم نعم قطع مشوار طويل، قطع مشوار طويل هذه الكرة الماضية، لكن بالتالي تبعد أمام التكتلات الدفاعية في منتصف الميدان. نشاهد الفريق اللي راجع على الخلف، هناك ركلة حرة وصل لعبة من قبل صالح محمد النبات في منتصف الميدان. هذا أمام هناك إلى الطرف الأيمن، توجد المساحة، المحاولة في المرور، انطلق من هنا، عدى وفات ومر وراح، لكن بالتالي نعم عدى 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 ومن جديد هذه الكرة إلى الطرف الأيسر النبات، المحاولة في التصويب، لكن بالتالي صافرة حكم المباراة من هناك أشارت إلى المخالفة. البطاقة الصفراء الأولى، البطاقة الصفراء الأولى تظهر في هذه القمة. نعم يعني فريقين السهلية وفريق العربي، العربي يقدم مستويات طيبة على مستوى دوري كيو ام، دوري نجوم كيو ام بي، أيضا السهلية يقدم مستوى طيب، فبالتالي فريقين جيدين على مستوى الفريق الأول أتكلم، وحتى على أما على حتى على مستوى ال 23 عام هذا نشاهد العربي افضل لحد الان حتى في المستوى ما تشاهده داخل ارضيه الميدان وحتى على نوعيه اللاعبين، هذه الاعاده والسقوط على ارضيه الميدان. السلامه، كل السلامه يا يعقوب. يعقوب يعاني من اصابه. دقيقه واحده مستقطع، نعم يعطيها حكم المباراه معتصم بسبب درجات الحراره المرتفعه والرطوبة العالية، فبالتالي في وقت الراحة يعطيها حكم المباراة، وبالتالي بعد دقيقة ستعود المباراة إلى مجرياتها. هنا التوجيهات من قبل المدربين، نعم وأيضا هي فرصة للمدربين، فرصة للمدربين ليعطوا بعض التوجيهات. دقيقة واحدة ليست بالقليل، دقيقة واحدة أنت تعطي بها بعض التوجيهات في أول يعني 20 دقيقة للاعبين، فبالتالي قد يستثمرون أو يستثمرون نعم المدربين مثل هكذا أوقات مستقطعة. ركلة حرة مباشرة نعم من هناك لمصلحة الألوان الحمراء إلى الطرف الأيسر. لمسة واحدة والثانية عند بركات جعفر إلى الطرف الأيمن. يعقوب عادت الكرة من جديد. يعقوب نظرة إلى الأمام، انتشار لاعبين العربي، ينظر نعم ينظر إلى الأمام، يبحث عن المساحات ويبحث عن الفراغات، يبحث عن الفراغات لكي يمر بها الكرات ويصل إلى الخشبات الثلاثة للفريق الأزرق. ما وصلوا لكن كان ينقصهم التوفيق في آخر اللحظات أو تنقصهم اللمسة الأخيرة. عادت الكرة هناك في منتصف الميدان، في المنتصف عند الألوان الحمراء. العربي عادت من هناك الطرف الأيمن، نظرة إلى الأمام، كرة عالية إلى الطرف الأيمن، هذه كرة محاولة لكن بالتالي تقطع وتعود هناك من جديد عند السلية إلى الطرف الأيسر. لمسة واحدة وثانية هناك، السلية بدأ يندفع، نعم بدأ يندفع إلى الأمام. نشاهد قد تعود الروحية لهذا الفريق ونشاهد التحركات، لا نريد مباراة من طرف واحد، نريدها من طرفين ونتمتع نعم نحن قيل ومن يشاهد هذه المباراة عبر قنواتنا قنوات الكاس وأيضا المحللين المتواجدين، نريد يعني مباراة تليق بسمعة هذا الجلد المدور ال 450 غرام وأيضا تليق بسمعة كرة القدم القطرية. هذه ركلة مرمى من هناك إلى الطرف الأيمن عند يعقوب. يعقوب إلى الأمام، عادت من جديد عند خليفة سعد. خليفة سعد عاد بالكرة، عادت الكرة من هناك إلى الطرف الأيسر. العرباوي نعم نتكلم عن فريق الاسم العربي، نتكلم عن فريق كما قلت جزء كبير من الكرة القطرية، فريق متأسس بعام 1952 يعني فريق قديم ويلقب بنادي القرن، نادي القرن هذا الفريق لطالما غاب عن المنصات كثيرا في السنوات الأخيرة، لكن بالتالي يبقى هو العرب، يبقى هو العرب نعم فريق الأحمر تميز بهذه الألوان ما غير
شاهد دائما يعني العديد من الانديه من موسم الى موسم تغير الالوان، لكن العربي ما غير الوان بلونه الاحمر، بقى هذا الفريق بطل الدوري 7 مرات في خزائن العديد العديد من الالقاب. هذا الفريق ركله مرمى من هناك لمصلحه السيليه، عاد تشوف لاحظ الكره العشوائيه بالتمرير، العشوائيه بمعظم هذا الفريق، تشاهد يعني الكره العاليه من ثم عادت من لمسه واحده الى حارس المرمى، وبالتالي نعم يحتاج الكثير هذا الفريق. هذه الكره الى الطرف الايمن، العربي باول 25 دقيقه الافضليه تميل الى كفه هذا الفريق الاحمر، لكن بالتالي متى يكلل هذه الافضليه باهداف؟ متى تكلل هذه الافضليه بهدف؟ الفريق العربي وحتى الفريق السيري. عادت الكره من هناك في منتصف الميدان، لمسه واحده والثانيه من جديد هناك الى الطرف الايسر الى التماس، تماس للعربي. الكره هناك في منتصف الميدان، محاوله المرور، غير اتجاه اللاعب من هناك عند صالح محمد. صالح محمد مرر لكره، نعم هذا ال 88 احمد، لكن بالتالي من هناك الى الطرف الايمن امام الكره احمد جامع، لكن بالتالي تعود من هناك عند عبد الرحمن. عبد الرحمن سيطر على كرته بلقطه المهدي عند حسن عبد الله. حسن عبد الله من جديد يحاول المرور، لا تلعب بالنار يا حسن، هذه المناطق الخطر، المناطق اللي قد تسبب لك المشاكل. غير اتجاه اللعب من هناك الى الطرف الايسر، كره عرضيه عاليه الكره، لكن بالتالي عادت من جديد الى الطرف الايمن وتقطع الكره. هناك الاندفاع الى الامام، الاندفاع الى الامام، لمسه واحده عند عبد الرحمن في منتصف الميدان، واحده والثانيه تقطع من جديد، المحاوله في المرور، هذه النظره الى الامام، لمسه من جديد وتعود من هنا صادرة حكم المباراة، إشارة بالمخالف لمصلحة العربي. وطارق حامد، طارق حامد يضرب الصورة أمام، هذه هي الإعادة، العرقلة باللقطة الماضية والسقوط على أرضية الميدان من قبل هادي، هادي تدخل على طارق، هادي علي. الكرة في المنتصف، شاهد السيليه بدا هو المندفع الاخر الى الامام، الاخر بدا يندفع الى الامام، هذا اللون الازرق اللورد الى الطرف الايمن، نعم لقب باللورد هذا الفريق السيليه، نعم اللي تاسس في عام 1995 1995 بدا باسم مختلف ثم عاد بعام 2003 الى هذه التسميه، تسميه السيليه، وايضا لديه قصه في هذه التسميات، ومن هناك العربي ايضا اللي بدا بناديين ودمجت الانديه، فهذا ليس نعم دمج الانديه وتبديل الاسماء، شاهد تبديل الاسماء موجود بالسيليه، دمج الانديه موجود ببنادي العربي بعام 1972، وتتكلم ايضا هناك دمج الانديه اللي صار حديثا بنادي الاخويه والجيش وتحت ظل نادي الدحيل، والدحيل ايضا اليوم ما مقصر، الدحيل قد يكون هذه نافعه الدمج حقيقه، يعني جاء بالالقاب وما خلى لقب في الموسم الماضي الا ان عصى عليه، ما خلى لقب عصى عليه الا هذا افتتاح هذا الموسم، هو كاس شيخ جاسم، كاس السوبر اللي خسر من الريان، وكانت هي الخساره الاولى، قضى موسمين هذا الفريق بدون اي خساره، رقم قياسي حقيقه. الكره عاليه من هناك الى الطرف الايمن، ابراهيم يلعب له الكره الى الطرف الايمن، لكن بالتالي من جديد عادت عنده خليفه سعد، خليفه سعد لمسه واحده والثانيه من جديد لمسه، الله الله مر راح عدى لعب له الكره، لكن بالتالي من هناك الى ركله مرمى، الى او عفوا ركله ركنيه، نعم ركله ركنيه اشار اليها حكم المباراه معتصم احمد، هذا التمرير الله على اللمسه، الله على اللمسه، لمسه ذكيه باللقطه الماضيه، لكن وجدت امامها الكره قدم احمد ايمن، احمد ايمن اللي حول الكره من هناك الى ركله ركنيه، ركله ركنيه، نعم حاتم المؤدب ما راضي على الكره الماضيه، ما راضي على الكرة الماضية، وبالتالي من هناك
ركلة تقنية للألوان الحمراء ترسل عالية طويلة من هناك تبعث للطرف الأيمن الأيسر. نعم مرهد عدى راح داخل المنطقة أرسل كرة عالية لكن أو أرضية من هناك بالتالي إلى ركلة تركنية. تركنية رابعة لمصلحة الألوان الحمراء أو خامسة عفوا تركنية الخامسة خامس تركنية في هذه المباراة للعربي خمس تركنيات وعسى أن تنفع واحدة لهذا الفريق. ركلة تركنية من هناك إلى الطرف الأيسر ترسل عالية ورأسية لكن بالتالي لما شارف المنطقة تعود وتبعد من هناك نعم إلى الطرف الأيسر استطراع على كرة من جديد المحاولة في المرور لمسة واحدة وثانية شاهد التمريرات عند هذا الفريق تمريرة واحدة وثانية لكن ويبحثون عن السبل وبالتالي تنتهي الكرة من هناك إلى رمية التمرير. 30 دقيقة أحبة المشاهدين والمتابعين في كل مكان مشاهدين ومتابعين قنوات الكاس 30 دقيقة مرت ولا زالت النتيجة السلبية هي من تخيم على هذه المباراة ومن تسيطر على هذا اللقاء هنا في استاد عبد الله بن خليفة. 30 دقيقة مرت نعم كما قلت العربي هو الأكثر سيطرة هذه الكرة حتى خطف راح الله على الكرة الماضية من هناك خروج غير موفق من حارس المرمى اللي هو مؤيد شنان لكن بالتالي لطالما ما تدارك الأمر من هناك المدافع باللقطة الماضية هذه هي الإعادة وبالتالي نعم شوف إلى التماس بالتالي تدارك الأمر بآخر لحظات نصف ساعة عدت حبة المشاهدين وهناك أيضا وقت مستقطع نتكلم بأعمار هؤلاء اللاعبين وبدرجات الحرارة الموجودة هنا ووقت اللعب فبالتالي أكيد ستتحصل على هذه الأوقات المستقطعة هذه الدقيقة الثانية الذي يأخذها المدربين ويعطيها حكم المباراة. توجيهات من هناك من مراد محمد وأيضا حاتم المؤدب توجيه اللاعبين العربي الأكثر سيطرة 63% أمام الفريق السيرية بالتالي كما قلت سيطرة عرباوية. أما متى تترجم هذه الأرقام والمعطيات باللغة الحقيقية لغة كرة القدم لغة الأهداف هي لغتها هي الأهداف. نعم تماس من هناك تماس إلى الطرف الأيسر لمصلحة السيلية نواف ناجي من هناك الكرة إلى مشارف المنطقة إلى الطرف الأيسر عادت عند نواف تقطع من هناك إلى التماس نعم مجددا تماس آخر نعم لمصلحة السيلية السيلية قد يتحرر نوعا ما بعد دقيقة 25 شاهدنا بآخر خمس دقائق بدأ يندفع إلى الأمام هذا الفريق بالتالي تعود الكرة في منتصف الميدان إلى الطرف الأيمن هذه سرعة الانطلاقة لكن تعود على مستوى الخطوط الدفاعية لمصلحة الألوان الزرقاء من جديد رتم منخفض حقيقة لهذه المباراة سوى فرص نادي العربي أما من قبل سيرية ما شاهدنا أي فرص حقيقية وبالتالي كرة عالية من هناك عادت الكرة عند مؤيد شنان عادت الكرة إلى الطرف الأيمن عند إبراهيم ناصر عند طارق إلى الأمام يلعب له كرة المحاولة في المرور واحد أمام واحد نعم عاد هنا لكن التغطية الدفاعية بالتالي يحول الكرة إلى الطرف الأيسر تحولت الكرة الماضية إلى مشارف المنطقة هذه التصويبة لكن بالتالي من هناك تقطع الكرة إلى الطرف الأيمن لتعود الكرة زرقاء اللون في المنتصف لمسة واحدة والثانية هذا الكونتر اتاك المرتدات سرعة الانطلاقة نعم عدى وفاة لكن بالتالي صافرت حكم المباراة من هناك حكم اللقاء معتصم أحمد أشار بالمخالفة هذه هي الإعادة نعم لقطة الماضية والسقوط على أرضية الميدان
ارتكب الخطا من هناك اللي هو بركات جعفر. بركات جعفر عادت الكره هناك الى الطرف الايمن في المنتصف. نعم منتصف فريق ملعب العربي. نعم الى الطرف الايسر المحاوله في مرور. هذا هادي هادي مر. نعم ارسل كره عاليه لكن بالتالي صوبها هو وتعود من هناك الكره في منتصف الميدان. سرعه الانطلاق عند احمد. انطلق احمد نظر الى الامام المحاوله في المرور. نعم مرر مرر كرته ما مر مرر. نعم كره هذه مباغته. الله 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 على الكرة الماضية. هو ما مر لكنها مرر الكرة وبالتالي اصطدمت بالمدافع وراحت من هناك الى ركلة ركنية. نعم ركلة ركنية هذه الكرة الماضية بالتالي كادت ان تدخل بهذا هذه الخشبات الثلاث لكن الحظ يقف بجانب حارس المرمى وبجانب الفريق الازرق السيلي. الكتيبة الزرقاء اللورد وقف الحظ بجانبهم وبالتالي الكرة من هناك راحت إلى ركلة تركي. تركي حمراء أرسلت عالية راسية من هنا لا زالت كرة قائمة تصويب لكن بالتالي من هناك عند حارس المرمى باللقطة الماضية. أرسلت كرة عالية من هناك إلى الطرف الأيسر. اثنين أمام اثنين وبالتالي إلى رمية تماس. بدأ يلعب على المرتدات. سيليا بدأ يلعب على المرتدات. نعم هذه الكرة خطرة. نعم إلى الطرف الأيمن أرسلها عالية لكن بالتالي الخطوط الدفاعية شغالة الخطوط الدفاعية باللقطة الماضية وكرة عكسية. نعم هناك إلى الطرف الأيسر. نشاهد المباراة بدأت بالتحرك. نعم المحاولة في المرور هذه النظرة إلى الأمام المحاولة في المرور خطرة عربوية وبالتالي من هناك عادت وتقطع إلى رمية تماس. إلى رمية تماس ما تنقص هذا الفريق هي اللمسة الأخيرة. هي اللمسة الأخيرة يا حاتم المؤدب. اللمسة الأخيرة لفريقك. لاحظ الانطلاقة من هناك من خلدون إسماعيل وأرسل الكرة بالتالي هناك تقطع من قبل اللاعب محمد ربيع وعادت الكرة عند الألوان الحمراء إلى الطرف الأيمن. هذه الكرة اللي جاءت اليمنى المحاولة في المرور. نعم وقفنا أمام اللاعب لكن بالتالي تقطع من قبل هادي تقطع من أمامه وتعود الكرة حمراء. نشاهد السجال على الكرة هنا وهناك بالتالي أين ستنتهي هذه الكرة. عادت الكرة حمراء اللون نظر إلى الأمام تمريرة لكن بالتالي تعود عند حارس المرمى عند عمر فتحي. طالما شاهدنا العديد من الفرص للفريق الأحمر نهايتها تكون يا أما في الأرض يا أما بأحضان عمر فتحي. هذا هو الفريق الاحمر. اما من هناك سيليا بدا يعتمد على المرتدات. صدت الكره تعود هناك الى الطرف الايسر للالوان الحمراء من جديد. كره في منتصف الميدان عند الالوان الزرقاء للطرف الايمن وصافره حكام المباراه اشارت بالمخالفه. نعم سقط على ارضيه الميدان من قبل احمد ايمن اللي سقط على ارضيه الميدان ومخالفه لمصلحه نادي السيلين. سلامات يعني. ارسلت كره عاليه من هناك الى الطرف الايسر. هذا خروج الغيسرين هذه اكثر من مره تتكرر وبالتالي كره من جديد هناك الى الطرف الايسر عند هادي علي ينظر الى الامام. هادي مرر له كره هناك السيليه نظره الى الامام ممكن التصويبه ضعيفه من هناك تعود عند حارس المرمى مؤيد شناء. عند مؤيد كرة عند عبد الرحمن للطرف الأيمن. اليوم تنظر الكل واقف مع ممثلي الوطن في دوري أبطال آسيا في مباراة النصف النهائي لغرب القارة بين أمام الفريقين الإيرانيين. هذه كرة ومحاولة نعم للهدف وبالتالي أمام التغطية دفاعية تعود والكرة كما قلت ولأكثر مرة أنا أكررها هي اللمسة الأخيرة اللي تنقص هذا الفريق والتركيز عندما يدخل هذه منطقة العمليات هذه المناطق اللي تكون بها اللي يعمل بها العمايل بالتالي هذا ما ينقص الكرة من هناك عاد في المنتصف. نعم كما قلت اليوم الجميع يقف ويساند هذين الفريقين
الدحيل والسد. الدحيل متواجد هناك في طهران في استاد أزادي، ومن هنا نعم في تمام الساعة السابعة يلعب نادي السد على بعد دقائق قليلة نعم يواجه بها استقلال طهران. التوفيق للتوفيق للفريقين نشاهدهم في المباراة الختامية، وبالقليل نضمن مقعد في المباراة الختامية أيضا، مباراة الختامية لشرق غرب شرق القارة وأوفن غرب القارة، ونضمن أيضا مقعدا في المباراة الختامية لتجمع ما بين بطل غرب القارة وشرقها. هذا هو نظام بطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك بالنسبة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، النظام الجديد اللي يطبق من موسمين. عادت الكرة هناك في منتصف الميدان إلى الطرف الأيمن، تماس من هناك، تماس لمصلحة العربي. ندخل في الدقيقة 40 حبتين مشاهدي ومتابعي قنوات الكأس في كل مكان، ونتيجة سلبية لحد الآن هي من تسيطر على هذه المباراة، هي من تسيطر على مباراة السيلية والعربي لحد الآن، هذه النتيجة السلبية. وفي هذا الاستاد عبد الله بن خليفة، نعم كما قلت دفاع العربي ثم يعود السيلية يندفع إلى الأمام، وكل هذا ما شاهدنا الأهداف هذه رفع الساق الخطرة باللقطة الماضية. نعم حكم مباراة أشار بالبطاقة والمخالفة، بالبطاقة والمخالفة على هلال، على هلال أحمد، على هلال أحمد من هناك، وركلة حرة مباشرة للألوان الحمراء. ترسل الكرة عالية من هناك بكل سهولة عند حارس المرمى، عند مؤيد شنان، عند مستوى خط الدفاع. بركات عادة الكرة من هنا، يبدأ التنظيم من الخلف لهذا الفريق، النظرة إلى الأمام، يرتب كل شيء من الخلف، يبحث عن الثغرات الموجودة بهذا الفريق وبالفريق الأزرق. غير اتجاه اللعب من هناك إلى الرواق الأيسر، ونظرة إلى الأمام، لمسة واحدة والثانية، هذا الانطلاق نعم والمحاولة في المرور، لمسة جميلة قد يسجل العربي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. نعم لكن هالكرة راحت إلى الطرف الأيسر عند السيلية، ونظرة إلى الأمام، لمسة واحدة والثانية، نظرة إلى الأمام، نعم مرر هذه لكن بالتالي تعود، عادت الكرة من هناك بالخطوط الدفاعية، بالخطوط الدفاعية من هنا عند حارس المرمى مؤيد، مؤيد شنان، لعب لك كرة مؤيد عند حسن، حسن من هناك أتلع عن جميل أمام من هنا، دحرت الكرة وينظر إلى الأمام، يبحث عن المساحات، يبحث عن الأماكن الفارغة اللي يمر بها الكرة، وكما قلت المساحات اللي من الممكن أن يدخل بها هذا الفريق إلى الخشب، إلى منطقة عمليات الفريق الخصم. نعم دخل، وكرة إلى الطرف الأيمن، المحاولة في المرور، التصويبة، وين هذه الكرة؟ نعم هي الكرة الماضية، جول، هوبا على الدفعة الأولى، ولازالت قائمة من جديد، والكرة نعم مشابهة للقطة الماضية، هذه هي الكرة بالتالي من هناك، هذه العرضية نعم إلى الطرف الأيمن، حاول في المرور، مرر الكرة جميلة، نعم سحب لعب، عدت جميلة 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 الكرة، مجهود فردي، لكن بالتالي كرة خلدون ما دخلت المرمى، كرة خلدون ما دخلت المرمى، والكرة الثانية أيضا اصطدت. نعم شوف لاحظ، وجد أمامه مساحة ليمرر بها، وأمامه من هناك عمر فتحي كان متواجد دائما، يا عمر برافو يا عمر، موجود دائما في المكان الصحيح، عمر موجود في الزمان والمكان المناسب حقيقة، منع العربي ومنع أكثر من فرصة لنادي العربي. كرة من هناك في منتصف الميدان، العربي والنظرة إلى الأمام، اللمسة الواحدة من هنا إلى الطرف الأيسر، انطلاقة من هناك، المحاولة في هذه الكرة، بالتالي هذه الكرة هناك في منتصف الميدان، الانطلاقة إلى الأمام، عالية الكرة طويلة إلى الطرف الأيسر، لا وجود إلى الراية، قد تكسر التوقعات هذه الكرة، الله
ما سيطر عليها مؤيد، ما سيطر عليها مؤيد، لكن وقف الحظ بجانبه. هذه هي التمريرة وراح انطلق. الله 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 على التصويبة من هناك اللي علت العارضة يا هادي، تعالت العارضة يا هادي. ما سيطر عليها مؤيد، مؤيد ما سيطر عليها، وقوية كانت من لقطة الماضية. هو أبعدها، أبعدها، كان أن يمسك الكرة الماضية. ركلة ركنية لمصلحة السلية، ترسل عالية، بدأت المباراة تتحرك هناك إلى الطرف الأيسر، عادة الانطلاقة، الاندفاع إلى الأمام للألوان الحمراء. هنا ينظر إلى المساحة الأمامية، نعم في منتصف الميدان أمام مساحة فارغة. مرر الكرة إلى الطرف الأيمن، هناك إبراهيم، نعم انطلق إبراهيم الكابتن والقائد والليدر، لكن التغطية الدفاعية موجودة باللقطة الماضية لتعود الكرة إلى الطرف الأيسر عند الألوان الزرقاء، عند الألوان الزرقاء، عند السيلية في منتصف الميدان. الله على التمرير، جميلة الكرة الماضية، جميلة 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 الكرة الماضية من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، المحاولة في المرور إلى مشارف المنطقة من جديد. هناك للطرف الأيمن، مرر الكرة، ينظر إلى الأمام، عرضية داخل البوكس على مشارف المنطقة من جديد. السيلية يضغط، هذا هادي، هادي علي، مرر، الله صوب، الله الله الله، هو مرر لنفسه، جاب الكرة لليمين وثم صوب، لكن بالتالي الكرة راحت من هناك إلى ركلة مرمى. هذه هي العرضية، راحت إلى الطرف الأيسر، نعم روض الكرة لنفسه، حضرها، وبالتالي صوب الكرة الماضية وراحت إلى ركلة مرمى. يعني عندما قلت إبراهيم ناصر الأكثر تحركاً بفريق العربي، لكن هناك هادي علي وبالطرف الأيسر هو الأكثر تحركاً بفريق السيلية. دائماً ما نشاهد الكرات، ولطالما شاهدنا العديد من الكرات الى الطرف الايسر. دقيقتين وقت بدل من ضاع، يضيف الحكم الرابع محمد علي الدوسري 120 ثاني. حقيقه في اخر خمس دقائق او اخر ثلاث دقائق بدت المباراه تتحرك من قبل الفريقين، شاهدنا فرصه حتى حركونا معاهم، حتى حركونا وياهم. والله متجامدين على اللمسات فقط واحدة والثانية هنا، لكن يعني عندما تتحرك المباراة تتحرك كل روحية اللقاء، جمالية اللقاء. صافرت حكم اللقاء من هناك، أشارت بالمخالفة الألوان الزرقاء في منتصف الميدان إلى الطرف الأيسر. هادي علي، نظرة إلى أمام يا هادي، يحاول بالمرور هادي، هذه الكرة الأمام يا هادي، يلا يا هادي، مر يا هادي، وبالتالي من هناك الكرة إلى ركلة ركنية. حقيقة أنا لا أميل هنا ولا هناك، يعني الفريقين يلا يا هادي يلا يا أحمد، بالتالي نريد حلاوة مباراة جميلة في هذه القمة. بالتالي هناك إلى الطرف الأيسر لركلة ركنية، ركلة ركنية أرسل كرة عالية من هنا، بالتالي طالت وإلى الجانب الآخر من هناك. لا زالت الكرة قائمة عند الألوان الزرقاء، عند السرية. دقيقتين انتهت، نعم دقيقتين انتهت، لكن الكرة قائمة عند الفريق الأزرق، عند السرية. وهذه الكرة هنا عرضية إلى الطرف الأيسر، جاب الكرة نعم، لكن بالتالي من هناك إلى ركلة مرمى. هذه صافرة حكم اللقاء معتصم أحمد. أحبة المشاهدين والمتابعين، شوط أول ينتهي 45 دقيقة. شكرا لك يا زميلي ماجد المنصوري، أنت والكباتن عادل درويش وقدر موسى هناك في الاستوديو التحليلي. إذن هذه عودة مجددا أحبتي المشاهدين والمتابعين في كل مكان إلى مجريات الشوط الثاني، بعد ما أنهينا الشوط الأول بنتيجة سلبية ما بين العربي والسيلية في مباراة الأسبوع الثالث من دوري غاز قطر. نعم هذا هو الأسبوع الثالث بعد ما قضينا أسبوعين ماضيين، نعم وندخل في الأسبوع الثالث وهذه المباراة الخامسة عشر في هذا الدوري. شوط أول تكلمنا وتحدث هناك في الاستوديو التحليلي كان عقيم هجوميا وحتى تكتيكيا، فبالتالي نحن نتأمل هناك في الشوط الثاني وما قال من هناك كل من المدربين للاعبين هناك في غرفة الملابس، حاتم المؤدب ومراد محمد الغربي. فبالتالي ما نتمناه في شوط ثاني نشاهد مباراة مختلفة على ما شاهدنا في الشوط الأول، أو بالقليل نشاهد مثل ما شاهدنا في آخر خمس دقائق في الشوط الأول، وراحية المباراة اللي أعطتها بعض الفرص من قبل الفريقين. هذه الكرة هناك، لا وجود أي تغيير على أسماء الفريقين، الفريق إن كان العربي وإن كان السلية، لا وجود أي تغيير على الفريقين، دخلوا بنفس الأسماء اللي دخلوا بها الشوط الأول. بالتالي أصبح من هناك السلية للجهة اليسرى والعربي من هناك للجهة اليمنى. عادت الكرة هناك، صافرة حكم اللقاء، صافرة حكم اللقاء تشير بالمخالف.
معتصم احمد هذه الاعاده وبالتالي التدخل من هناك قبل اللاعب العربي بلقطه الماضيه اللي هو حسن عبد الله وركله حره مباشره لمصلحه نادي السهليه. نظره الى الامام من هناك لفريق السهليه وركله حره مباشره هل ممكن ان يكسر التوقعات هذا الفريق الازرق يعني بعد ما كان في حاله غير جيده في الشوط الاول عكس نادي العربي اللي كان يسيطر على مدريات الشوط الاول، هل نشاهد هذا الفريق ان يكسر التوقعات في الشوط الثاني ام هناك تستمر افضليه الفريق العربي ويكللوها باهداف؟ بالتالي هناك الى رميه تماس للالوان الحمراء عادت هناك داخل البوكس. نظره الى الامام العربي والى الطرف الايسر بناء الهجمه من الخلف. تكتيك يبدا من الخلف في هذا الفريق والتمريض، لاحظ اللمسات والمحاولة هنا نعم والانطلاقات يلعبون على المساحات هذا الفريق. عادت الكرة من هناك لمسة واحدة والثانية لكن تقطع وتعود زرقاء اللون في المنتصف. عادت هناك المحاولة في المرور لكن بالتالي صافرة حكم اللقاء. معتصم أحمد تشير للمخالف، خالف لمصلحة السهلية. تكمل خطأ من جديد نفس اللاعب هو حسن عبد الله وبالتالي هناك كرة إلى الطرف الأيمن أو داخل ملعب الفريق الأحمر. عادت الكرة في المنتصف، أرسل الكرة عالية غير اتجاه اللعب إلى الأقصى اليمين وبالتالي طالت من هناك إلى ركلة مرمى لمصلحة العربي. الطرف الأيمن عادت من هناك عند بركات جعفر للطرف الايسر من جديد كره لمسات. لاحظ انتشار صحيح لهذا الفريق والمركزيه حقيقه تكلمت عليها انا هذا الفريق وايضا تناولها الكباتن هناك في الاستوديو التحليل. العربي الاكثر تنظيميا في هذا اللقاء من السهلي. عادت الكره هناك في منتصف الميدان للطرف الايمن تقطع وتعود عبد الرحمن وسرعه الانطلاق عبد الرحمن الى الجانب الايسر المحلف المرور. نعم روضنا الكره لكن هناك التمرير الى مشارف المنطقه. عبد الرحمن ارسل الكره للطرف الايمن لكن طويله من هناك الى ركله مرمى. ركله مرمى لمصلحه السهلية. أنا ما أظن هناك نعم سيكون تبديل لنادي السهلية. يزج بالكابتن مراد محمد للسهلية. صيحات المدربين وتوجيه اللاعبين. هذا ما استمع إليه وكل هذا من أجل أن يصلوا إلى الخشبات الثلاثة كل الفريقين. سيدخل من هناك عبد الله محمود. نعم عبد الله محمود هو البديل القادم لمصلحة السهلية. لكن تساؤلات الى عن الذي سيودع عرضية الميدان يودع هذا المستطيل الاخضر. هذه كرة الى الطرف الايمن مباغتة نعم نظرة الى الامام المحاولة في المرور على مشارف المنطقة وكرة من هناك لكن طالت لكن جابها من هنا خلدون اسماعيل. تقطع وتعود عند صالح محمد. صالح محمد في منتصف الميدان بالمنتصف الى الجهه اليمنى. اصل الكره عاليه راسيه عند حسن. حسن من جديد هذه الاخطاء. نعم تدارك الامر سريعا باللقطه الماضيه والخطا اللي تدارك باللقطه الماضيه لتعود الكره. عادت الكره عرباويه الى الجهه اليمنى. نظره الى الامام يبحث عن زميل. نعم يبحث عن زميل في المساحات هذه. مرر الكره لكن بالتالي من هناك التغطية الدفاعية كانت حاضرة بلقطة الماضية لتعود الكرة زرقاء اللون. عادت الكرة من هناك زرقاء اللون إلى الجهة اليسرى. المحاولة للسهلية اللورد ينظر إلى الأمام لاعبو الكتيبة الزرقاء. من جديد الكرة إلى الطرف الأيمن المحاولة في المرور. هذا هو صالح محمد جديد صالح. كرة عادت هناك عند فارس خالد. فارس في المنتصف. محمد ربيع الجانب الايمن. هذه هي الكره طالت على فارس من هناك او صالح محمد وبالتالي الى رميه تماس. نعم صالح هو اللي راح يترك ارضيه الميدان لعبد الله محمود. عبد الله محمود
الوقفة الجديد إلى أرضية الميدان. قد يكون واحدة من حلول مدرب السيلية اللي هو مراد محمد بدلا من هناك لصالح محمد النبات. أيضا من الجانب الآخر العربي يستعد للزج بلاعب اللي هو زين سعد. زين سعد قبل الفريق العربي وحاتم المؤدب بدأ يحرك الدك. عادت الكرة هناك إلى الطرف الأيمن. إبراهيم نظرة إلى أمام. إبراهيم يحاول في المرور. سقوط على أرضية الميدان. إبراهيم هذا الاستمرارية. نعم ادفانتج يعطي حكم اللقاء لمصلحة العربي في منتصف الميدان. جاب للاعب. نعم هذا التصويبة كرة لكن بالتالي من هناك طالت على فريق العربي وكانت حقيقة فرصة جميلة ومحققة للكتيبة الحمراء. عادت من هناك الكرة عند مؤيد سنان. عند مؤيد العربي ما يعيش حالات الماضي. نتكلم عن التسعينات واخر اخر مره اول مره توج العربي بدوري الدوري اللي مسمى الان دوري نجوم كيو ام بي هو بعام 1983. هذا اول لقب كان للعربي. اما اخرها كان عام 1997 حقق اللقب 7 مرات. يعني من اكثر من 21 عام نادي العربي ما صعد على منصات التتويج بالدوري يكون هو البطل. 21 عام والجماهير لا زالت تحضر. الجماهير لا زالت تؤازر. نعم ولو قل العدد بسبب النتائج وسوء النتائج لكن لا زال هناك نفس اسم نادي العربي. تبديل من هناك. نعم كما قلت زيد استعد للدخول اللي يودع من هناك اللي هو حسن عبد الله. حسن عبد الله يترك أرضية الميدان لمصلحة العربي. أيضا العربي أنا قلت فقط بطولات الدوري أما بطولات كأس سمو الأمير المفدى هي 8 مرات. كأس ولي العهد مرة واحدة بعام 1997. كأس الشيخ جاسم 6 مرات. يعني فريق زاخر الإنجازات. سمي بالعديد من الألقاب هذا الفريق. يعني كما قلت بالأحلام نسبة لتحقيق كل الألقاب بتاريخ بنتائج كبيرة. حقق كل الألقاب بنتائج كبيرة بموسم واحد بعام موسم 93-92. أيضا سمي بنادي الشعب نسبة للقاعدة الجماهيرية اللي يمتلكها هذا الفريق. قلعة الحمراء هي واضحة يعني فريق ملعب لونه أحمر قميص لونه أحمر يتوشح بالألوان الحمراء هذا الفريق. سمى نادي القرن نسبة للألقاب اللي حققها في القرن العشرين وسمي بهذا التسمية. عادة الكرة هناك في منتصف الميدان. هذا الانطلاق إلى الجانب الأيسر لكن بالتالي لا زالت الكرة حمراء. المحاولة في المرور. نعم عند خلدون إسماعيل. خلدون عاد من هناك حتى عن زميل في المنتصف. هذا الوافد الجديد زيد سعد في المنتصف. عادة من هناك إلى الطرف الأيمن. العربي بدأ يندفع. نعم مثل سيطرة الشوط الأول لكن ينقص. شوف هذا اللي تحدثت عنه. ينقص اللمسة الأخيرة. هو سيطر على مجريات اللعب هذا الفريق. مسيطر على هذه المباريات هذا الفريق. لكن ما ينقصه عندما يدخل البوكس. عندما يدخل منطقة 18. يدخل بال 18 يارد. ينقص هذا الفريق اللمسة الأخيرة من هناك. عادت إلى الطرف الأيسر. زيد. زيد سعد. إلى الجانب الأيسر. يبحث له عن سبيل من هناك زيد. عادت عند عبد الرحمن. عبد الرحمن عاد بالكرة. يطالبون بالمخالفة لكن حكم المباراة هو الأقرب. هو الأقرب وقاض المباراة. يعني ما أعطى إلى أي شيء وما أشار إلى أي شيء. يعطي الاستمرارية وتعود الكرة من هناك عند مؤيد شنان. لاعب يسقط على أرضية الميدان. بكل روح رياضية. خرج الكرة. سلامات. سلامات أنا أظن أنه فارس. فارس خالد. تلقى العلاج. تم
ان لا تكون هناك اصابات بالغه في هذه المباراه. نعم هو فارس خالد. سلامه، كل السلامه يا فارس. قد يكون هناك شد عضلي او ما شابه ذلك، فبالتالي فارس سيعود. فارس تماس من هناك لمصلحه سيليا للفريق الازرق. ونتيجة المباراة السلبية لحد الآن، نعم يعودون بالكرة إلى الألوان الحمراء. كرة عالية وطويلة لكن طالت، نعم من هناك إلى حارس المرمى بكل سهولة تصل عند عمر فتحي. كرة على مستوى الخط الدفاعي لمصلحة الألوان الأزرق في المنتصف. نظرة إلى الأمام عالية طويلة، سقوط على أرضية الميدان من قبل أحمد أيمن. من تدين في منتصف الميدان طارق حامد، أرسل كرة جميلة طارق. الله الله على الجهة اليمنى، جميلة من طارق إلى إبراهيم. إبراهيم يقف على كرة من هنا، المحالفة المرور إبراهيم، عدى وراح إبراهيم، فات إبراهيم، نعم لكن صافرة حكم المباراة أشارت للمخالفة. العرقلة اللي تعرض عليها إبراهيم، تعرض إليها إبراهيم باللقطة الماضية من هناك ليتحصل على ركلة حرة مباشرة. هذا هو المسك، نعم المسك كان واضح باللقطة الماضية من قبل نواف ناجي، بالتالي تحصل على ركلة حرة مباشرة. أخطر من الركنية هذه الكرة، نعم هي أخطر من الركنية. طارق حامد، طارق حامد من هناك حكم المباراة يعود بالخط البشري، خط الصد البشري إلى المسافة القانونية. ركلة حرة مباشرة من هناك لمصلحة العربي. أمام نظرة إلى الخشبات الثلاثة، توجيهات، نعم وهذه الكرة ترسل عالية من هناك لكن بالتالي إلى ركلة ركنية. طبعا الراس، نعم قبل محمد ربيع. محمد ربيع بعد الكرة من هناك إلى ركلة ركنية. أيضا طارق حامد من هناك، من ركنيات العربي، ركنيتين للسيري، هذا ما نشاهده في هذه المباراة. ركنية ترسل عالية من هناك الرأسية لكن بالتالي تبعد من جديد وتعود هناك إلى الطرف الأيسر. هذه الانطلاقة والكونتر اتاك من جديد، الكرة تعود هناك عند السيلي، عادت عند السيلية من هنا. نتكلم عن فريق السيلية اليوم على مستوى الفريق الأول في دوري نجوم كيو ام بي، يقدم المستويات الطيبة وكما قلت يعني في الموسمين الماضيين يحرج الفرق الكبار وأيضا وضع نفسه ما بين الفرق الكبار. قيادة المدرب التونسي الكابتن سامي الطرابلسي يعني وضع اسمه بكل قوة حقيقة، أصبح ند للعديد من الفرق. هذا الفريق نعم السيلي، كرة من هناك لمصلحة السيلي لكن الجديد تعود عند الخطوط الدفاعية لمصلحة العرب. سيليه الآن بدور نجوم كيو ام بي في المركز الرابع وعنده مباراة مؤجلة بتسعة نقاط. نعم ويبعد عن المركز الثاني والثالث نقطة واحدة وعن المركز الأول نقطتين، هو قريب من المنافسة أو بالمنافسة في سيليه. العربي أيضا عاد من 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 تاريخه، تاريخه يبقى موجود العربي لكن عاد من روحيه الماضي هذا الفريق بهذا الموسم. يعني اتكلم عن فريق المركز الخامس ايضا بالتسع نقاط متساوي مع نادي السيليه لكن هو يفرق عن نادي السيليه بلعب خمس مباريات عكس السيليه يلعب اربع. ايضا قريب النادي العربي، اتمنى نشاهد عوده هذا الفرق ونضوج الفرق لكي تحلو المنافسه. هذه كره من هناك لكن بالتالي عادت عند حارس المرمى. اتمنى يعني نضوج الفرق وايضا عوده الفرق اصحاب التاريخ نشاهد منافسه اجمل واجمل مما عليه
جماليتها الآن تتضاعف الجمالية، هذا ما نتمناه حقيقة. كرة من هناك إلى الطرف الأيمن، أيضا نريد جمالية بهذه المباراة، رايدين جمالية الأهداف. ولحد الآن ما نشاهده في هذه المباراة هي نتيجة سلبية. ساعة عدت من اللعب ونتيجة سلبية لحد الآن. عادت الكرة من هناك للطرف الأيمن لمصلحة العربي وتماس للسالية. نعم طالت على بركات، طالت على بركات جعفر هاشم. عادت من هناك إلى الجانب الأيسر لمصلحة السالية. من جديد هذه اللمسات، الانطلاقة من هناك وسقط على أرضية الميدان. تعد الكرة حمراء اللون، عالية وطويلة من هناك إلى الجانب الأيسر. لا زالت الكرة عند هلال، هلال أحمد، لكن هي طالت على الآن وتعود في منتصف الميدان هناك إلى الجانب الأيمن للورد. عادت عرباوية في منتصف الميدان إلى الأمام من هناك. من جديد هذه الكرة المحاولة في المرور، هذا زيد، زيد سعد إلى الجانب الأيسر. زيد يبحث عن الحلول أمام المساحات من هناك، غير الاتجاه. نعم الله على اللمسة الجميلة، الله على التغيير الرائع من هنا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وهذه الكرة بالكعب تلعب. الله الله لو تكتمل، لكن لا زالت قائمة الكرة على مشارف المنطقة عند إبراهيم. من هناك هذا عبد الرحمن، صوب عبد الرحمن، أوبو. الله الله على الكرة الماضية، لا زالت قائمة حمراء اللون، هي هوبو. لكن بالتالي من هناك، من هناك إلى رمي التماس. الله الله، هذه الإعادة، طيل الإعادة. الله 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 الله، بالعارضة، عارضة وإلا كان عارضة. نعم عارضة، عارضة من هناك، تصويبة عبد الرحمن. سلامات للحارس اللي يسقط على أرضية الميدان. شوف الله على عبد الرحمن، عبد الرحمن عناد. هذه المرة الثانية اللي الكرة تصيب العارضة والقائم. الشوط الأول كانت قائم، والشوط الثاني الآن عارض. قلت العربي أقرب، ينقص الهمسة الأخير لهذا الفريق. سلامات، سلامات يا فتح، يا عمر فتح، عمر فتح هو القائد، هو الكابتن لهذا الفريق بسبب الصعود للكرة الماضية، وما يسمى بالطيارات بلغة الحراس. حسرة، كل الحسرة يا حاتم. الكابتن حاتم هو يتحسر على أكثر من كرة أضاعها الفريق، يعني مرتين جاءت الكرة تصيب العارضة وتصيب القائم، وأيضا المحاولات اللي يصل بها دائما النادي العربي إلى داخل المنطقة، ودائما ما نقول هي تنقصها اللمسة الأخيرة. هذا عبد الرحمن اللي صوب الكرة الماضية اللي خطرت هذا الفريق. أتمنى لا تكون الإصابة بالغة لحارس المرمى عمر فتحي. سلامات يا عمر. اللاعب الوحيد اللي ما يخرج خارج المستطيل أثناء العلاج هو حارس المرمى. تبديل من هناك. نعم خروج هلال أحمد ودخول محمد سعد البدر. تبديل الثاني لمصلحة العربي، ثاني تبديل لهذا الفريق. كما قلت بدأت تتحرك، بدأت تتحرك الدك، وعسى ولعل أن يحرك الأرقام الموجودة يسار الشاشة، في أعلى يسار الشاشة. نتيجة السلبية لحد الآن.
لازال حارس المرمى عمر فتحي يتلقى العلاج. والنين النفس أن يعود واقفا بين خشباته الثلاث. نعم عاد حارس المرمى عمر فتحي الى ارضيه الميدان. عاد عموري. نعم عمر. تماس من هناك اكيد لمصلحه العربي. توقفت المباراه كثير. دائما ما يكون التوقف هو يقتل من متعة اللقاء وحتى يخفض من رتم اللاعبين ورتم المباراة اجمل. عادت الكرة من هناك الى عميل الطرف الايمن عند لاعبي العربي. ترسل عالية تعود عند الخطوط الدفاعية والانطلاقة من هناك لمصلحة السيدية في المنتصف هناك الى الجانب الايسر. اللمسة الواحدة من هناك والنظرة الى الامام. المحالف المرور هذه الكرة واحدة والثانية من هنا عند خلدون اسماعيل. خلدون اسماعيل لمسه واحده وثانيه عند زيد سعد. هذه الكره واحد وثاني هناك يبحث عن زميل هذه بالتالي عند زيد من هناك في منتصف ملعب الخصم وعند عبد الرحمن. عبد الرحمن من هناك الى الجانب الايسر. هذا طارق. طارق من جديد الكره عند حمد محسن. طارق من جديد هذه الكره داخل المنطقه لا وجود الى الرايه. حاول بالمرور لكن بالتالي من هناك وجد امامه الصلابة الدفاعية لتعود من هناك عند خلدون اسماعيل. خلدون اسماعيل الى الجانب الايسر زيد سعد. يدفعون الى الامام يحاصرون هذا الفريق في منطقته. في منطقته حقيقة ما نشاهد فريق السيلية مندفع الى الامام. معظم كل لاعبين فريق العربي في ملعب السيلية سوى حارس المرمى اللي هو مؤيد شنان. هناك تبديل لمصلحة السليم. خروج فارس خالد ودخول محمد سعد. محمد مسعد العمري. محمد مسعد هو التبديل الثاني ايضا لمصلحة السليم في هذه المباراة. مراد محمد هدف التبديلات ويريد ان يغير من شكل هذا اللقاء وتكتيك هذا الفريق عكس التكتيك اللي يلعب به هو بالتكتل الدفاعي لهذا الفريق. عوده معظم اللاعبين الى مستوى الخط الدفاعي. كره من هناك الى الطرف الايمن عند عبد الرحمن. طارق من جديد هناك الى الجانب الايمن. سرعه الانطلاقه للسياليه من جديد هذه الكره لكن صافره حكم المباراه اشارت بالمخالفه لمصلحه العربي. سقوط طارق على ارضيه الميدان. سلامات وهذه الكره نعم لعبت الى الجانب الايمن. مر هذا وعدى وراح فات نعم داخل المنطقه بالتالي هناك سيطر على كرته. لما شارف المنطقه من جديد يبحث عن زميل يبحث عن الثغرات يبحثون عن السبل التي توصل الى المرمى الفريق الخصم. لحد الان ما وجدوا حقيقه وجدوا السبل ووصلوا لكن ما سجلوا في المرمى وما قلت نعم تنقصهم اللمسه الاخيره. هذه الكره من هناك الى ركله مرمى اشار اليها حكم اللقاء. ركله مرمى لمصلحه السيلي.
عاليه وطويله من هناك في منتصف الميدان. عادت من هناك الى الجانب الايمن، لمسه واحده والثاني. هذه الكره في المنتصف، عبد الرحمن لمسه واحده، مثلثات جميله، نقلات رائعه. هذه كره عطيه هنا، هذه خطوه 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 خطوه، لكن طالت 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 ولا زالت قائمه ولا زالت قائمه. حمزه العربويه من جديد، هذه الكره المحالفه المرور عرضيه بالتالي من هناك، الكره الى ركله ركنيه، ركله ركنيه من هناك. هذه الكره الماضيه اللي طالت على خلدون اسماعيل، راوغي حاول في المرور، عبل الكره من هناك عند حمد محسن، لكن التغطية الدفاعيه هي اللي راحت بالكره الى ركله ركنيه، ركله ركنيه لمصلحه العربي. هذه كره عرضيه من هنا، الله، وقف السريع حائر امام هذه الكره، لكن مرت وبامان. شوفها راحت من هناك، راحت من هناك، كانت لولبيه دورانيه، نعم، مفتره على 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 الفريق الخصم، لكن بالتالي عدت على مرمى عمر فتحي. ركله مرمى من هناك، عمل تبديلات وتكون حاضره بدقائق قادمه. اشاهد انه هناك العربي يستعد للزج بلاعب اخر اللي هو مصطفى، اللي هو محمد مصطفى. محمد مصطفى، نعم، لمصلحه فريق العربي. عادت الكره من هناك عند الخطوط الدفاعيه من جديد، عربويه، الكره هناك تعود عند حارس المرمى مؤيد شنان. نتيجه سلبيه لحد الان. الحكم الهجومي في هذه المباراة لحد الآن، عقب هجومي في هذا اللقاء. أيضا هجومي رائع، الرتم المنخفض لهذا اللقاء، بالتالي ما كنا نتمنى أن نشاهد هذه المباراة هكذا. لكن الكرة من هناك إلى الجانب الأيسر ترسل عالية، هذه الكرة لا زالت قائمة، عنده راح صعب لاعب وتصويبة، جول جول، الله، طارق طارق طرق بيبان السلية، الله 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 الله، طارق يطرق بيبان السلية مسجلا الهدف الأول في هذا اللقاء. نعم، بعد 75 دقيقة انتظرناها، طارق سجل. وهذه الكرة الجميلة، راوغ من هنا، مرة روغ صوب، حطها حط، الله على الكرة الماضية من هناك، الله على الكرة الماضية من هناك. إبراهيم، إبراهيم تلاعب بالكرة الماضية، عدى وفات ولعب إلى طارق، وطارق ما كذب خبر، طارق ما كذب خبر، طارق قال له أنت أعطيتني إياه وأنا راح أحطها داخل الخشبات الثلاثة. وفعلا طارق طرق مرمى السد، عفوا مرمى السلية، مرمى السلية، نعم، طارق يطرق بيبان السلية ومرمى السلية بهدف أول في الدقيقة 75. هذا العقم الهجومي الآن كسر، انكسر العقم الهجومي لمصلحة العربي. هدف سجل من هناك طارق حامد مرمى السيلي، تبديل من هناك، نعم، كما قلت محمد مصطفى اللي دخل أرضية الميدان. وقت مستقطع من هناك أكيد بسبب درجات الحرارة كما قلت قبل قليل، وأيضا توجيهات من قبل اللاعبين بعد ما افتتحت النتيجة بهدف طارق اللي سجله اللقطة الماضية. نعم، العربي في هذه المنافسات، في هذه البطولة، نعم، هذا هو الهدف، خلونا وين الهدف. شوف هذا المجهود يعود، المجهود يعود حقيقة بنسبة كبيرة لإبراهيم ناصر اللي عرف كيف أن يتعامل مع الكرة. شوف، لا الله، ينظر يراقب،
وطارق ما كذب له خبر طارق وضحى في الخشبات الثلاث. العربي في 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 هذه البطوله في جولة الاولى والجوله الثانيه، الاولى واجه الريان وتغلب بثلاث اهداف مقابل هدف، كسب النقاط الثلاث. اما في المباراه الثانيه واجه الغرافي، يعني دربي على مستوى المباراتين، يعني دربي مع العربي مع الريان ودربي مع الغرافه، فاز في المباراه ثلاثه مقابل هدف، وخسر في المباراه الثانيه بنفس النتيجه بثلاث اهداف مقابل هدف، يعني يمتلك ثلاث نقاط وقد يكون مقبل على ثلاثه نقاط اخرى في الاسبوع الثالث. اما السهليه من هناك بالجوله الاولى خسر من السد بهدفين مقابل واحد وتعادل مع الاخريطيات بنتيجه سلبيه، يملك نقطة واحد فريق السيلي. عادت الكرة من هناك إلى الجانب الأيسر، ترسل عالية إلى الجانب الأيمن، يندفع من هناك نعم الفريق الأحمر العرباوية باحثين عن هدف ثاني، باحثون عن هدف الاطمئنان. واحد يقلق بعض الأحيان قريب من نتيجة التعادل. أيضا هناك فرصة لفريق الخصم أن يسجل ويعود بالمباراة، وبالتالي هدف واحد يقلق في بعض الأحيان أو أكثر الأحيان. هذه كرة من هناك طويلة وإلى الجانب الآخر، إلى الجانب الآخر، تعود الكرة عند سيلي، عادت هناك داخل المنطقة، نظرة إلى الأمام، عادت من جديد إلى الجانب الأيمن عند لاعبين السيلية والاندفاع إلى الأمام. لمسة واحدة والثاني، عبد الله محمود والصراع على كرة لتطول من هناك على حمد، تعود الكرة زرقاء اللون، زرقاء اللون عند الألوان زرقاء، نعم، وصافرة حكم المباراة تشير بالمخالف، إشارة المخالفة لمصلحة السيلي، صيحات المدربين والتوجيهات. نعم، من هناك مراد محمد يريد العودة في هذا اللقاء بعد المباراتين السابقتين بخسارة وتعادل، وأيضا من هنا اللي هو الكابتن حاتم المؤدب يريد نقاط ثلاثة تضاف إلى رصيده بعد ما كسب نقاط في 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 افتتاح الموسم. صافرة حكم المباراة من هناك لإشارة المخالفة، وهذه الإعادة اللقطة الماضية، إعادة اللقطة الماضية. تالي الكرة من هناك إلى الطرف الأيمن. نعم، 80 دقيقة أحبة المشاهدين ومتابعي قنوات الكاس في كل مكان. ونتيجة المباراة وتقدم نادي العربي بهدف مقابل لا شيء على السيلية بهدف طارق. هدف طارق حامد دقيقة 75، بعد 75 دقيقة من نتيجة سلبية جاء طارق بهدف. التالي التقدم الآن للعربي، كرة من هناك إلى الجانب الأيسر، هذه كرة المحاولة من هنا، تعود هناك زرقاء اللون عند الكتيبة الزرقاء إلى الجانب الأيمن، هذه كرة خطرة لكن عادت عند مؤيد سنان. تلعب المباراة على استاد عبد الله بن خليفه، ملعب جميل حقيقه، هذه التحفه الرائعه، نتكلم عن انشاء هذا الملعب بشيء غريب حقيقه، بغضون ستة اشهر تم تدشين هذه التحفه الجميله اللي تشاهدها، اللي جاي تشاهدها الان. ستة اشهر هي كانت كافيه لدشن ملعب مثل هذا الملعب الرائع حقيقة، يحسب للعاملين عليه. ستة أشهر هو وقت غريب حقيقة، دائما ما تعودنا نشاهد بالقليل سنة وستة أشهر، ليس فقط ستة أشهر ويطول إلى سنتين وسنتين ونص، فبالتالي رقم قياسي. عادت الكرة من هناك في منتصف الميدان، لمسة من جديد عند الألوان الحمراء، مرر من هنا لكن بالتالي الى رميه، تماس من هناك لمصلحه العرباويه. واحده من هناك والثانيه
النقلات الموجودة في منتصف الميدان. الانطلاقة إلى الأمام والمحاولة في المرور نظرة، هذا عدى وفات ومر، لكن بالتالي هناك عرقلة كانت موجودة وصافرة حكم المباراة، أشارت بالمخالفة على عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن عناد تحصل على بطاقة صفراء في هذا الكلام. بطاقة صفراء يتحصل عليها عبد الرحمن عناد. هذه الإعادة والعرقلة باللقطة الماضية لأحمد سليمان. أحمد سليمان باشا سقط على أرضية الميدان. هذه العرقلة باللقطة الماضية. رجل حرة من هناك. حكم المباراة عيد بالتنفيذ لإعادة خط الصد لموقع الحقيقة والمسافة القانونية. نعم 10 أخطاء يرتكبها كل فريق. 10 أخطاء ارتكب كل فريق. ركلة حرة مباشرة لمصلحة السهلية. تكون هي كرة للعودة عماد. هذه كرة عرضية من هناك عالية بتدريب لمشار في المنطقة. التصويبة من هناك لكن بالتالي راحت وأبعدت إلى رمية التماس لمصلحة السهلية. لا زالت الكرة زرقاء. كرة إلى الجانب الأيسر من هناك. مصطفى والانطلاقة من هناك. نعم هذه لكن بالتالي التغطية الدفاعية تعود عند حارس المرمى عمر فتحي. في المنتصف الكرة من هناك عند السليه إلى الجانب الآخر. مرر الكرة لمسة واحدة والثانية يبحث له عن زميل. بدأ السليه يندفع حتى يريد العودة وتراجع. هذا ما أدى تراجع نادي العربي. بالتالي من هناك الكرة تدارك الخط الدفاعي بلحظات الأخيرة. احنا ما شاهدنا السيلية مندفع الى الامام، لكن عندما تراجع العربي اتاح الفرصه للسيلية ليندفع الى الامام. ليندفع الى الامام، العربي سجل وعاد الى الخلف. وهذه الكره من هناك خطره لكن بالتالي الى ركله مرمى. هكذا اشار حكم المباراه. حكم الالغاء معتصم احمد. كرة من هناك عند عبد الرحمن. نفذت الكرة الماضية التي تعود إلى الجانب الأيسر. خلدون إسماعيل لكنها طويلة من هناك إلى رمية التماس. راحت إلى رمية التماس لتعود على مستوى الخط الدفاعي عند السيلية. لمسات واحدة وثانية من جديد. هناك الكرة في منتصف الميدان. يعقوب عيسى من هناك إلى الجانب الآخر. سيد سعد هناك على ما أظن سيكون تبديل. نعم تبديل لتخرج الكرة لمصلحة نادي السيلي. سعد الدخول عبد الهادي عارف. جانب السيرية تقريبا هو اللي راح يخرج قبل هذا. وعبد الله حمد. نعم عبد الله حمد المر واللي غادر أرضية الميدان. ثلاث تبديلات نفذت. تبديلات الفريقين. نعم عبد الهادي يدخل بدلا من عبد الله. كرة من هناك في منتصف الميدان إلى الطرف الأيمن. من جديد الكرة في المنتصف. صافرة حكم اللقاء.
هذه الكرة في المنتصف هناك إلى الجانب الأيمن. بدأ سيلية يبحث، نعم، ويندفع إلى الأمام. تبقى من هذا الوقت دقائق قليلة وسيلية بدأ يندفع إلى الأمام، مستغل عودة العربي إلى الخلف. قد تكلف العربي الكثير هكذا محاولات وهكذا حاوته، نعم، الى الخلف. تحاول الرجوع الى الخلف تكون في كتله دفاعيه بعض الاحيان تكلف الكثير. كره في منتصف الميدان هناك الا اذا نجح الفريق، والصمود طويل. عادت الكره من هناك على مستوى الخط الدفاعي لمصلحه العربي. زيد سعد في المنتصف، نظرة إلى الأمام، أرسل الكرة عالية عند محمد مصطفى. محمد مصطفى مر محمد، لكن بالتالي من هناك لا زالت الكرة بالاستمرارية. نعم، حكم اللقاء هو الأقرب للكرة الماضية، ما أشار إلا شيء، أشار بالاستمرارية. تعود الكرة من هناك إلى الجانب الآخر، عالية وطويلة. من جديد هذه الكرة غير اتجاهها عند عبد الله محمود. عبد الله محمود بالتالي هناك لا زالت الكرة قائمة عند السيلية. تماس لمصلحة السيلية إلى الجانب الآخر، نعم، لعبت بشكل صحيح. والتغطية الدفاعية، التغطية الدفاعية، تعود الكرة من هناك عربوية الكرة. وعرقلة باللقطة الماضية. صافرة حكم اللقاء. بطاقة صفراء على عبد الله محمود. سلامات، نعم. زيد سعد تدخل باللقطة الماضية. نعم، على الساق الأيسر. سلامات لسعد. أتمنى لا تكون الإصابة بالغة. هكذا حالات. نعم، عبد الله محمود واللي ارتكب الخطأ يتحصل على بطاقة صفراء. داخلين على دقيقة 90، نعم، 90 دقيقة. هذه الدقيقة الأخيرة ومباراة بنتيجة الهدف مقابل لا شيء لمصلحة العربي، وهدف طارق حامد بعد صبر 75 دقيقة. طارق حامد سجل من تمريرة إبراهيم ناصر. تالي العربي، نعم، الأفضل في هذا اللقاء على صعيد الأهداف وسجل، وعلى صعيد المستوى داخل التكتيك داخل أرضية الميدان على المستطيل الأخضر، وأيضا على مستوى الاستحواذ. فبالتالي العربي كان أفضل في هذا اللقاء أكثر من مرة، وصل إلى مرمى الخصم، مرمى السيلية، لكن كان ينقص اللمسة الأخيرة. بالتالي وجدها في واحدة من الحالات في حال 75 دقيقة 75 وسجل من هناك. هذه الكرة في منتصف الميدان، 7 دقائق. نعم، 7 دقائق ووقت بدل مضاع. توقفت المباراة بسبب درجة الحرارة، وتوقفت أيضا بسبب إصابة حارس المرمى عمر فتحي. ما خرج خارج أرضية الميدان عمر، وأخذ أكثر من 4 دقائق عمر حقيقة سقوط على أرضية الميدان. تالي 7 دقائق ووقت بدل مضاع. كرة من هناك في منتصف الميدان إلى الجانب الأيمن، قد تكون هي هذه السبعة فرصة للسيالية والعودة في هذه المباراة، وبالقليل يكسب نقطة واحدة. واحدة أفضل من لا شيء. هذه الكرة من هناك عند حارس المرمى، نعم، الاحتكاك على الكرة الماضية وإلى ركلة ركنية، نعم، صحيحة باللقطة الماضية، والحكم المساعد الثاني فيصل محمود أشار إليها من هناك. دوري غاز قطر بموسم الثاني بعد ما افتتح بأول نسخة الموسم السابق، جاء بدلا عن دور الرديف. الان في الموسم الثاني، الموسم الاول كما قلت كان بطل الجحيم. وجاء خلف العربي.
المركز الثالث جاء الغرافة وكرة من هناك عالي. جاء الغرافة وأيضا بالرابع جاء الريان، لكن متساويين نقاط. المركز الثالث والرابع، وهذا هو الموسم الثاني في الأسبوع الثاني. كما قلت أنه يكون رافد أساسي من الفئات العمرية من الناشئين إلى الشباب وإلى هذه الفئة، يكون رافد أساسي إلى الفريق الأول، شكل التشكيل الأفضل مع المحترفين، وأيضا رافد أساسي لمنتخبات الفئات العمرية. تتحدث عن المنتخب الأولمبي تحت 23 عام، وأيضا يعني كما قلت ليس فقط اللاعبين أكثرهم بهذا العمر 23 و 22، كما أقرأ هناك 19 عام، معظم اللاعبين 19 عام و 20 عام. وجدت هناك حتى 18، ويحتم على الفريقين أن يزجون أن يكون في الدكة أو في الملعب، يعني في التشكيلة لاعب في 17 عام. لا زالت عناصر شبابية صغيرة السن أمامها المستقبل إن شاء الله. خير ترتيب المنتخب الوطني القدس قادم المواعيد، نعم مقبلين بالأيام القليلة القادمة على بطولة كأس آسيا للناشئين الذي ستقام بماليزيا في نسختها 17. عالية وطويلة من هناك، لكن طالت إلى ركلة مرمى، نعم طالت إلى ركلة مرمى بلقطة المال. كرة إلى الجانب الأيمن لمصلحة السيرية والنظرة إلى الأمام. هذه لمسة واحدة والثانية من هناك في منتصف الميدان. هل من الممكن أن نشاهد السيرية عائد في الدقائق المتبقية الأربعة في منتصف الميدان؟ عادت الكرة عند خلدون إسماعيل إلى الجانب الأيمن، هناك عند حارس المرمى، عند عمر فتحي. كثافة الدفاعية اللي نشاهدها لمصلحة الكتيبة الحمراء للقلعة الحمراء. تاريخ الأحلام هذه القرن والعرب في منتصف الميدان، وأيضا أنا أسميه السرية طريق اللورد وأيضا الشاطئ. هذه تصويبة من هناك لكن إلى ركلة راحت إلى ركلة الشاطئ. حقيقة اجتهد في المواسم السابقة كل واحد من الأربعة الكبار أو الخمسة الكبار، شاهدنا دائما في مراكز متقدمة، اجتهد في المواسم الموسمين السابقين والثلاث السابقة، أصبح في الأندية اللي عندما يواجه فريق يحسب له حساب. كرة من هناك إلى الأمام، عادت إلى الخطوط الدفاعية لمصلحة السيرية. هناك كرة في منتصف الميدان، هادي علي يمرر إلى الجانب الأيمن، لكن بالتالي كرة عالية من هناك إلى ركلة مرمى. نعم ثلاث نقاط تقترب. رويدة رويدة من العرب تكون النقطة السادسة من ثلاث مباريات، أما سيبقى نادي السيلية بالنقطة الواحدة اليتيم التي جاء بها من التعادل من الخريطيات. كرة عالية في منتصف الميدان، في المنتصف عايدة من هناك، إلى الجانب الأيسر. هناك الكرة إلى الجانب الأيمن عند فيصل محمد القحطان، وصافرت حكم اللقاء أشارت بالمخالفة من هناك لمصلحة نادي السيلية. فيصل اللي وسقط على أرضية الميدان. نعم ركلة حرة مباشرة من هناك لمصلحة السيلية. ندخل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل المضاع حبة المشاهدين والمتابعين، وبدت المباراة تصعب على السيلية وتقترب نقاطها من العربي. كرة عالية من هناك عادت من جديد، لا زالت قائمة عند السيلية، تصويبة من هناك لكن بالتالي عادت إلى رمية التماس. نعم راحت إلى رمية التماس. أمنتم على موعد يوم غدا في ذات البطولة وذات الدوري، الدوري قطر غاز لي يوم غد عند الساعة 6:15 سيواجه السد نادي قطر في الساعة الثانية بن جاسم، وعند الساعة 8:30 ريان
راح يواجه الغرافة أيضا في الساعة 8:30 على ملعب ثاني بن جاسم. هذه كرة عالية من هناك لكنها إلى ركلة مرمى. خلاص ثواني قليلة وحكم اللقاء معتصم أحمد يطلق صافرته. طارق سجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء. كرة عالية وطويلة من هناك 7 دقائق خلاص انتهت. وهذه صافرة حكم اللقاء أحبة المشاهدين والمتابعين في كل مكان. تعلن نهاية اللقاء بفوز العربي بهدف مقابل لا شيء ليرتقي إلى النقطة السادسة. يبقى السيرية بخسارة ثانية في هذه البطولة بنقطة الواحدة اليتيمة. إلى ذلك الحين أحبة المشاهدين والمتابعين وصلت إلى الختام.